اهلا وسهلا بكم مستمعي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صباحكم مبروك، ويا ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا ان شاء الله باذن الله، وتكون غير ازمه وتفوز كيف ما معودينكم اكيد في قناه شوف تي في كل نهار. كنديروا جوله بمدينه الدار البيضاء، كنشوفوا الاجواء كي دايره، وكذلك كنطرحوا موضوع من المواضيع. بالنسبه للموضوع ديال اليوم اللي غنتكلموا فيه هما البنات اللي كيتزوجوا غير على قبل الفلوس. بالضبط رضا، صباح النور عليكم، صباح الخير اخويا. عبد الصمد قالت ما بقاوش بنات الناس اللي باغين يبنيو طوبه بطوبه ويصبروا مع رجالهم. ما نعموش عبد الصمد، كاينه فئه وكاينه فئه، حنا كنهضروا على واحد الفئه هي الشابات اللي كيتزوجوا على قبل الفلوس، يعني ما يمكنش نحكموا على كل شيء بنفس المنطق. سعد صباح الخير، صباحك مبروك، قال لي في نظري ما غاديش يطولوا. صباحك مبروك وشكرا على الراي ديالك. حسن رشيد قال لك لا يخطي الفلوس ولكن بالحلال. اكيد اخويا، ولكن حنا يعني كاين بعض الشابات علاش كيكون التقييم ديالها الاساسي في الاول ما كتقولش لك مثلا شخصيته، ولا تقول لك اخلاقه، ولا تقول لك حاجه، كتقول لك خاصو يكون عنده الفلوس. يعني الا مشاو الفلوس صافي مشى كلشي، يعني نهار تزوج بيه وداكشي مبقاش عنده الفلوس غتخليه. عبد الكبير صباح النور، صباحك مبروك اخويا. شاكير قالك ما بقاوش بنات الحلال قليل، كيف ما قلت ما نحاولوش اننا نعمو على كل شيء. احنا قلنا فئه وبعض الشابات. البحري محمد صباحك مبروك اخويا، قالك بالنسبه لهادو كاين اللي غادي يطول وكاين اللي ما غتكملش. شكرا اخويا على الراي ديالك. عمر قالك سلام، كلشي على الفلوس ولكن الصحه هي كلشي. الموضوع اللي طارحين حنا عمر هو شو رايكم في الشابات اللي كيتزوجوا غير على قبل الفلوس، يعني واش انت ضد ولا مع، واش كتشوف ان هذا الزواج غيستمر. اكيد اخويا رضا قال لك ولكن كاينين بنات الناس اللي ممكن تعيش معاك باللي كتب الله بطبيعة الحال. مازال كاينين بنات الناس ولا تمشي معاك طوبه وطوبه. داكشي اللي قلت الاخ اللي قبل منك، جمع كل شيء، قلت ليه لا ما تعممش لانه كاينه فئه هكا وفئه هكا. الله يهدي محمد قالك الله يدير فيها الخير، شكرا اخويا. نجيم قالك صباح الخير، صباح الخير عليك اخويا. زوج المصلحه لا يدوم، لكن في المقابل من حقها ان تتزوج وتضمن كرامتها. سفيان هذيك شي حاجه اخويا كتخصني انا، شكرا. حسن قالك سبب المشاكل بين المراه وزوجها هما الفلوس، ماشي ديما. حنا كنهضروا على البنات اللي كتزوج كيكون منطقها الاساسي في الحياه هو الفلوس. ما كاينينش فلوس ما غتزوجش به، عنده الفلوس غتزوج به، ما كتشوف والو غير الفلوس غير الماده، هو كتشوفه بحال كارت كيشي كيف ما كنقول.
سعد قال لك حيتاش ماشي الفلوس هما اللي اهم في الحياه، كاينين اللي ما عندهمش. اسمح لي رضا، اسمح لي سعد ما كملتش التعليق ديالك. كاين اللي ما عندوش فلوس ومستمرين في حياتهم. الله يحد علينا الباس، وبالعكس الانسان فاش كيفاش كيبغي يخسر واحد شريك حياته خاصنا نشوفوا بزاف ديال الحوايج. انا ماشي كنقول البنت لا ما تشوفش، يعني ما تشوفش الماديات وفين غتسكن وفين هذا بطبيعه الحال، ولكن ماشي نشوف الراجل كانه كيف ما قلت كارت ديشي، يعني كنشوف فيه غير الفلوس. انا ما كانش عنده الفلوس صافي، لا كاينين بزاف ديال الحوايج بعد ما الفلوس راه ما كدومش. كاينين ناس راه تزوجوا غير على ود الفلوس وفي الاخر طالقوا، يعني كاينين حالات بزاف. بالعكس كنشوف الشخص كيف هو كيداير تعامل اخلاق، بزاف ديال الحوايج هما الاساس اللي كنبني عليهم باش نكمل حياتي مع داك الشخص. عاد كيجي ما سبق لي انا الفلوس، ممكن انا كيتزوجي بيه لاباس عليه وغيجي واحد الوقت ما يبقاش عنده الفلوس، اشنو غدير هذيك الساعه؟ غتخليه؟ اذا غتوصلي للطلاق. كنشكركم بزاف على تبعكم لهذا البث المباشر اللي كان مباشره من مدينه الصدى البيضاء، وان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. كانت معكم سهام من قناه شوف تي في، الى اللقاء.